الفوز العراقي على هونغ كونغ في تصفيات المونديال والأمم الآسيوية بأداء باهت، حقق أسود الرافدين فوزا مقنعا على فريق هونغ كونغ في المباراة اللي احتضنها ملعب جذع النخلة في البصرة بهدفين دون رد. المنتخب العراقي أصبح رصيده 4 نقاط من تعادل أمام البحرين وفوز على هونغ كونغ. هذه المباراة تأتي ضمن التصفيات المؤهلة إلى نهائيات المونديال وكأس الأمم الآسيوية. المنتخب العراقي بدأ المباراة بضغط كبير على هونغ كونغ واستطاع من الحصول على ركلة جزاء أضاعها اللاعب مهند محمد علي في الدقيقة 9. بعدها انحسر اللعب في وسط الملعب مع فرص خجولة لأسود الرافدين، ومن كرة عرضية استطاع مهند علي من تسجيل الهدف الأول في الدقيقة 38 من عمر المباراة بكرة رأسية، لينتهي الشوط الأول بتقدم العراق بهدف دون رد. وفي الشوط الثاني ومن مجهود فردي لميمي استطاع من الحصول على ركلة جزاء ثانية نفذها بنجاح علي عدنان مسجلا الهدف الثاني في الدقيقة 79. بعدها ازدادت خطورة الضيوف على المرمى العراقي وضاعوا فرصتين للتسجيل، ليعلن بعدها حكم اللقاء الإماراتي صفارة النهاية. بهذا الفوز ارتفع رصيد العراق إلى 4 نقاط من مباراتين في المركز الثاني خلف إيران المتصدرة ب6 نقاط، بينما تجمد هونغ كونغ رصيده عند نقطة واحدة في المركز الرابع. هذه لقطات من المباراة التي جرت بحضور جماهيري نص به مدرجات ملعب جذع النخله.